ما تعرفش ان سبيروس باتس استخدمت 6 حيل تسويقيه خلتها تعمل اقوى كومباك في 2023، خلت الناس تدور عليها في كل حته. واول حيله تسويقيه استخدموها هو تسويق الندره، وده بقى بلغتنا اسمه شوق ولا الدواء، يعني ما تغرقش السوق بالمنتج وتعطشه من وقت للتاني، فبكده تقنع المشتري ان المنتج بتاعها مش سهل انك تلاقيه، فخلته ان لما يلاقيها يجيب منها كتير علشان يخزنها عنده في البيت اول ما يلاقيها، وده طبعا قبل ما تخلص من السوبر ماركت. تاني حاجه بقى استخدام واستغلال الدعوات الاجتماعيه. ساعات كتير المستهلك بيكون عنده قضايا اجتماعية او سياسية مؤمن بيها، فهم بيستخدموا الاسلوب ده عشان يشتروا المنتج بتاعهم، زي بالظبط قضية دعم شراء المنتج المصري اللي بيساعد في تدعيم اقتصاد بلدنا، او قضية مقاطعة المنتجات اللي بتدعم الكيان. ودي بقى اهم قضية اللي خلت ناس كتير تبطل تشتري بعض المنتجات بعد ما عرفوا ان هم غاليين وجودتهم متواضعة، ومش بس كده وكمان بيدعموا الكيان، وجزء من ارباحها بتروح اتاوى لشركات المالتي ناشونال اللي زرعهم عندنا. تالت حاجة بقى تنمية الولاء للعلامة التجارية، يعني يا حبيبي المتفرج بنرب زبون يكون مخلص ويكون لينا على طول، زي مشجعين نادي الزمالك دايما اوفياء، وده بقى بيحصل لما بنزرع الانتماء للمنتج بتاعنا ونعمل نوستالجيا للمنتج بتاعنا لغايه النهارده مكتوب عليها زي زمان اصل الكازوزه. الكازوزه دي بقى كانت كلمه بتتقال في كل حته ومفيش منافس ليها، وده بقى قبل ما يبقى اسمها على ايامنا حاجه ساقعه، ولان المنتج ده اصيل وقديم من زمان فهنلاقيها في كل افلامنا الابيض واسود تقريبا. لو تفتكر معايا بقى حبيبي المتفرج فيلم موعد غرام انتاج سنه 56، هنلاقي مشهد لفاتن حمامه مع زهره الرعلة، والعندليب بيعزم عليها وفاتن حمامه بتقول لها اوعي تشربي الكازوزه دي، ما تبقيش عبيطه دي خطه، وبعدين بيشربوا وبتقول لها مادام شربناها يبقى بقينا اصحاب، وان بقينا احباب يبقى ما فيش مانع ناخد لنا صوره للابد. ياه هي الكازوزه تعمل كل ده وانا اللي فاكراها بتهدم بس؟ وكلنا شفنا فيلم باب الحديد، هنلاقي هند رستم اللي كانت عامله دور هنومه بيعه الكازوزه، واللي صورتها وهي ماسكه في ايديها ازازه سبيروس باتس كانت ايقونه الفيلم. رابع حاجه التسويق ما بين الشركات، يعني المطاعم المصريه اللي بتبيع منتج مصري اخليهم ان هم يبيعوا المنتج بتاعي معاها واحنا الاثنين نكسب وندعم اقتصادنا المصري. خامس حاجه التسويق بمواقع التواصل الاجتماعي، على ايامنا انتشر مقطع لفيلم سمير وشهير وبهير، وبنلاقي ابطاله راحوا السبعينات وعايزين يشربوا حاجه ساقعه، فوقفوا قدام كشك وبهير بيسال البايع عندك فيروز يا عم؟ فيرد عليه البايع ويقول في فيروز نسم علينا الهوا وفيروز حبيتك بالصيف، فيستغرب بهير ويقول له مفيش فيروز انا ناس، فالبياع يبص له باستغراب ويقول له مفيش، فبهير يساله عندك ايه نشربه؟ فيقول لهم وهو مستغرب اكتر منهم اللي موجود مشروب اسمه سبيروس باتس. المشهد ده وغيره الشركه اعتمدت عليه في التسويق على السوشيال ميديا علشان يفكروا الناس بمنتجهم اللي هو قديم جدا واتنسى. سادس حاجه بقى حبيبي المتفرج استخدام الانفلونسرز، هنلاقي انفلونسرز مصريين واجانب شايلين ازازه سبيروس باتس وبيقولوا لازم نشتريها عشان ندعم اقتصاد بلدنا ونضغط كمان على اقتصاد اللي ما يتسموش، وبكده نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد، وعشان هم ابتكروا اطعمه جديده ومميزه وما بيقلدوش حد تاني، وفي نفس الوقت ما غيروش اللوجو بتاع الازازه بتاعتهم، هنلاقي سباتس ثابته على شعار النحله القديم وحرف سين على اليمين وسين على الشمال اللي هي اختصار لاسم الخواجه اليوناني. الخواجه اليوناني ده يا حبيبي المتفرج عاش في مصر واتعلم في مدارسنا من وهو عنده 15 سنه ومات فيها. الخواجه ده هو اللي عمل شركه سبيروس باتس سنه 1920، واللي خدت ميداليه الملك فاروق الاول سنه 1941 في المعرض النوعي الثاني للصناعه، واخد المركز الاول كافضل منتج على 56 مصنع، وبعد وفاته الورثه اتنازلوا عن الشركه والعلامه التجاريه لشركه سبسا للمياه الغازيه، والكلام ده حصل سنه 1989. وللأسف الشركة دي لقت منافسة غير متكافئة مع شركات أجنبية عملاقة بتنتج المياه الغازية واكلين أسواق العالم تقريبا، لكن سنة 2019 بدأت شركة سبيروس باتس ترجع على إيد يوسف طلعت وأخوه منى طلعت، وسنة 2023 بدأ يرجع المنتج من تاني بطريقة تسويق مبتكرة وبخطة مظبوطة جدا. وقال مدير التسويق في الشركة إن حجم مبيعاتهم اتضاعف لثلاث مرات وإنهم مش ملاحقين على الطلبات. لو أنت شربت سبيروس باتس قول لنا رأيك في طعمها في كومنت، وإيه طعم فيهم، وتابعنا على صفحتنا على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك تيك توك، واعمل لنا سبسكرايب وفعل زر الجرس على قناتنا على اليوتيوب برنامج انت ما تعرفش مسرح نهاد صليحه.